فيما يخص سبب نزول ديال البيان ديال الجمعيه الوطنيه لاداغور في صناعه قريب المغرب المتعلق بالتغطيه الصحيه، اول البيان ديالنا كان واضح وكنا واضحين من الاول انه الاعضاء ديال الغرف بصفه عامه ولا صناع التقليديين بصفه عامه هم مع التغطيه الصحيه، كاينش اللي كيرفض هاد المساله، ولكن كان كيخص يجينا الباكاج كامل، يعني تغطيه صحيه وتغطيه اجتماعيه، وهذا هو اللي الصناع التقليديين كيناديو، لانه ما يمكنش تكون تغطيه صحيه فريده وما كايناش تغطيه اجتماعيه، لانه التغطيه الاجتماعيه الاساس، لانه ما يمكنش الصانع التقليدي انه عنده وليدات ديالو ما يستافدش من الخلاص عليهم، ما يستافدش من التعويض على المرض حتى لا خد التغطيه الصحيه والترومبولسه في الدواء ديالو، ما يستافدش من المده ديال الراحه، ملي كيوصل واحد 60 سنه ما كيكونش عنده التقاعد، وبالتالي هذا هو اللي انعكس على قطاع الصناعه التقليديه، انه ما كاينش شي معلم اليوم الان الا القليل القليل اللي كيجيب ولدو للصناعه التقليديه، لانه كيقول لك انا بدون مستقبل، انا يعني المده ديالي دوزها، فما يمكنش نجيب ولادي ويكونوا تما ضحيه ديال هذه العنايه اللي ما كايناش، وبالتالي هذا هو علاش نزل هذا البلاغ. هذا البلاغ كذلك لانه الوزاره ديال الصناعه التقليديه ديال السياحه والصناعه التقليديه والنقل الجوي انه لم تستشير غرف الصناعه التقليديه ولم تستشير جمعيات المجتمع المدني ولا الهيئات الوطنيه المختصه في قطاع الصناعه التقليديه، بل اكتفت بلقاء مع رؤساء الغرف، وهاد رؤساء الغرف اللي هما في نفس الوقت كيمثلوا الجامعه ديال الغرف، وعطاوهم هاد المقترح كيف ما نزل من طرف وزاره التجاره والصناعه، وبالتالي انه الصناعه التقليديه لا علاقه لها بالتجاره، فما يمكنش انه المبالغ اللي تحددت لهاد التجار تكون هي نفس المبالغ اللي تحددت للصناعة التقليديه. الدليل على ذلك هو ان الصانع التقليدي كيخدم موسمي، ما عندوش الخدم يومي دائما مستمر فيه، كذلك انه هو مكون ومشغل في نفس الوقت وكيحافظ على التراث، بينما التاجر كناخذوا مول البيسري مول الساكا مول الهري، جميع الناس اللي البقال، جميع الناس اللي كيمارسوا التجاره، فهو ملي كيحل مع 6 ديال الصباح ما كيسد 3 و 3 ليل، هو المقبض ديالو خدام، المصور ديالو خدام، يمكن هذه المبالغ هذه هي في الصالح ديالو، ولكن بالنسبه للصانع التقليدي هي ماشي في الصالح ديالو، واكثر من هذا انه المعاناه اللي كيعاني وخصوصا مع هذه الجائحه اللي جات 3 شهور الناس سادين المحلات ديالهم، والشهر ديال رمضان اللي هو الشهر اللي كينفس على الصانع التقليدي، كينفس على المهم، كيكون واخد ديون طيله السنه كيتسنى الموسم الشهر ديال رمضان باش غادي يخدم وغادي يبيع المنتوج ديالو وغادي يتعامل مع الناس، انه ها هو مشى ليه فاسو، وبالتالي هذا العام حنا كنعتبروه يعني بمثابه افلاس لقطاع الصناعه التقليديه. هذا كيربطني بالمعاناه، وهنا فين كنتكلم على اساس انه الجمعيه الوطنيه كانت سباقه المراسله ديال الوزير رئيس الحكومه، وزير وزاره الصناعه التقليديه، وزير الماليه بصفته رئيس لجنه اليقظه، كنا سباقين لهذه المعاناه اللي وصلنا لها اليوم، وعطينا واحد المجموعه ديال المقترحات، من المقترحات اللي عطيناه وهو انه يكون واحد الدعم مباشر للصناع التقليديين على غرار وزاره الفلاحه اللي دارته مع الفلاحين، وكذلك على غرار وزارة الشباب والثقافة اللي دارته مع الفنانين ومع الممثلين، فكيف أنه الصانع التقليدي تحرم من هذا الدعم المباشر؟ يعني أنه هذه المسألة لأنه في الأول داروا دعم بالنسبة للتغطية بالنسبة للناس ديال الرميد ما كاين مشكل، داروا دعم بالنسبة للناس ديال اللي ما عندهمش اشغال ما كيشغلوش ما عندهمش محلات ما عندهمش كذا، قلنا ما كاين مشكل، ولكن الصانع التقليدي اللي كيقولوا عليه هو غير مهيكل، هو مهيكل، علاش مهيكل؟ لانه الا كنمشيو للمصالح ديال الضرائب راه من سنه لسنه كتجيه الخلاص ديالو ديال الضريبه المهنيه، وكتجي كذلك الخلاص ديال الضريبه على العامه الدخل، اذا الدوله كتعرفوا، كذلك التعاونيات انا ملي درت الملائمه في 2016 ديال التعاونيات ولاو انه التعاونيات اللي ما كيحطوش التصاريح ديالهم والحسابات ديالهم في المحكمة أنه كتحل التعاونيات، وبالتالي أنه التعاونيات والصناع التقليديين بصفة عامة سواء القطاع الخدماتي أو قطاع الفني الإنتاجي أنهم معروفين، وبالتالي احنا طلبنا بدعم مباشر وعطينا مقترحات، ما دام أنه اللجنة ديال اليقظة شخص وزير المالية أنه وقفات جميع المسائل المالية ديال التجهيز بالنسبه للميزانيات ديال الغرف ولا ديال جامعات الغرف ولا ديال دار الصانع وخلاها تفتسير، حنا عطينا مقترح، المقترح اللي عطينا هو انه هاد الفلوس اللي كتمشي في المعارض وما كيستافدوش من الصناع التقليديين، كنقول لك كنتحمل المسؤوليه ديالي، علاش؟ لانه ملي كيجي المعرض ما كيمشيوش لعند داك الصانع التقليدي مول المحل، يعني الصانع التقليدي الفردي، كيجيو ناس اللي ما عندهم تعلقه بالقطاع كيمشيو يشريو سلع كيجيو يعرضوها تما في المعارض، وكتكون داك البراجة كانه الصانع التقليدي كيجي تما الفولكلور، ولكن الصانع التقليدي المعلم محروم من هادشي، اذا قلنا هاد المبالغ اللي هي ديال المعارض وهاد المبالغ اللي هي كتمشي في السفريات وهاد المبالغ اللي هي كاينه في التجويزات اللي هي الان واقفه لانه ما يمكنش تكون نظرا للدقيقه ديال كورونا،
لا هي ولا الأموال اللي هي مخصصة لهذا الشيء هذا بالنسبة للدار الصانع ولا بالنسبة للوزارة، أنها كان يدار واحد الحساب جاري خاص للصناع التقليديين، والوزارة تحمل المسؤولية ديالها وتفكر هذا الصناع وتعطيهم واحد الدعم مباشر، لأنه باش حتى المسألة ديال القروض، فإذا عطيتي للصانع التقليدي اليوم واحد القرض وتقول له على اساس غادي تسددوه في واحد المده، راه الصانع التقليدي راه اللي فراس ماله الخياط، فراس ماله البرا والحلقه والمخطاف والمقص، النجار فراس ماله المطرقه والمنشار وكذا، هادو هما راس المال الحقيقي ديال الناس. فهاد الناس ملي كيكونوا كيشتغلوا كيكونوا مدببين الامور. اليوم اللي كتجي تعطيه واحد القرض وتقول لي غادي تردو، فهو صعيب عليه باش غادي يردو نظرا للضائقه اللي كاينه. وحنا كنعرفوا ما وراء كورونا انه لا السياح غاديين يدخلوا ولا المعامل غادي تشتغل ولا المواد الاوليه غادي تكون موجوده، وبالتالي انه الا خذ واحد القرض غادي يصعب عليه التسديد ديالو. اذا حتى لا بغى يكون واحد القرض واخا حنا ماشي معاه، الا غادي يكون خصو يكون بواحد الشروط تفضيليه وتفضيليه جدا. ولكن المساله الاساسيه اللي كنتكلموا عليها وهو الدعم المباشر من طرف وزاره السياحه والصناعه التقليديه والنقل الجوي، لا بد لها. الصانع حتى هو راه هو مواطن مغربي، يجب ان تحفظ له كرامته بدعم مباشر على غرار ما تكلمنا عليه، لا وزاره الفلاحه اللي دعمات الفلاحين مباشره، على وزاره الشباب والثقافه اللي دعمات الناس ديالها مباشره. الا هذا القطاع هذا اللهم ان هذا منكر ما كيخصوش يبقى محروم، وبالتالي انه آن الاوان لرد الاعتبار للصانع التقليدي وللرفع من مستواه ومن كرامته.